كما أكد الرئيس السيسي أهمية دور المرأة المصرية في حماية المجتمع والدولة. وأشاد الرئيس السيسي خلال كلمته بدور المرأة منذ عام 2013 وحتى الآن، حيث لعبت دورا كبيرا في حماية مصر. المرأة المصرية خلال 2013، ومش بس 2013 وحتى الآن، كان ليها دور كبير قوي في حماية مصر. وافتكروا، وأنا والله لما بفكركم مش بفكر نفسي، أنا فاكر، بس بسجل هنا في اليوم دوت يعني اللي بنحتفل بيكم، يعني إن إحنا لما في 30/6 اللي كانت متصدرة الموضوع كانت الست، ولما طلبت الناس تنزل يوم 26، إذا كنت فاكر التوقيت كويس يعني، قلت أنا بطلب من الشعب المصري ينزل يدين تفويض. اللي نزل في رمضان، كان في رمضان في اليوم دوت، الأسر كلها، أنا أتصور إن كان، مش أتصور بقى، كان حقيقة إن الست هي اللي قامت ونزلت، والدنيا كلها شافت. ولما الدنيا كلها شافت العدد ده كله، قالوا إن لا، هو الموضوع مش حركة الجيش بيعملها ضد البلد، ده البلد رافضة والجيش بيدعم الرفض ده. فخرجت اللي نزلت وعملت ده المرأة المصرية. طيب اللي قدمت الشهيد، الأب موجود صحيح، مفيش كلام، لكن بحنية الأم اللي سهرت وصبرت وربت وقعدت من هو شالت 9 شهور، وربت بعد كده لغاية لما بقى شاب أو راجل يعني، وبعدين قدمته لمصر. طب ما هو ده أصعب إن الأم بعد كل ده تقدم ابنها وبعدين يعني يستشهد أو يصاب، وهو كان ماله العين زي ما بيقولوا، وبعدين يجي لها خبر إن هو استشهد يعني. فبرضه هي اللي قدمت.